بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. إخواني أخواتي، نعيش معكم في هذا اليوم التاسع من رمضان مع حلقة جديدة مع برنامج رتب رمضانك، وحلقة اليوم للحديث عن اثنان. كلما ذكرتهما ذكرت البر والإحسان، كلما ذكرتهما ذكرت اللؤلؤ والمرجان، اثنان فتحت لهما أبواب الجنان، الوالدين. يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سئل ابن عباس رضي الله عنه قال: يا ابن عباس، قل لنا في بر الوالدين قولا. قال: لا أقول لكم في بر الوالدين فالقرآن كله، ولكن أقول لكم عن عقوق الوالدين قولا. قالوا: هات يا ابن عباس. قال: إذا نفضت ثوبك عند رأس أبيك فتطاير الغبار عليه فقد عقدته. من منا يريد أن يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى معاملته مع والديه. أين أنت من أبيك وأين أنت من أمك؟ إن كان أحياء فالزم رجلهما، وإن كان أموات فالدعاء لهما ولد صالح يدعو له. اللهم إنا نسألك يا واحد يا أحد أن ترزقنا الذرية الصالحة، وأن ترزقنا برا لوالدينا، وأن تغفر لأمهات المؤمنين يا رب العالمين. إلى لقاء الغد، بارك الله فيكم، نستودعكم الله.